نحن الآن هنا في المركز الاستشفائي للغابة الدبلوماسية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بطنجة. أجواء استثنائية هنا، معطيات سنتعرف عليها من خلال مسؤولين وأطباء ومتطوعين وكذلك مرضى. سنعرف تبرير المديرة الجهوية لوزارة الصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة حول ارتفاع عدد الوفيات الملحوظ على مستوى الجهة في الآونة الأخيرة، معطيات من بين أخرى سنتعرف عليها في هذا التقرير الخاص هنا بالمركز الاستشفائي لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالغابة الدبلوماسية بطنجة. بالنسبة للمكان اللي احنا كنتواجدوا به هو مستشفى ميداني الغابة الدبلوماسية. هذا المكان يستوعب 700 سرير، فيه جناح للنساء وجناح للرجال. كتشتغل فيه الأطر الطبية ديالنا، الأطر ديال القطاع الخاص، الأطر ديال الهلال الأحمر. جميع الشركاء والمتدخلين كيساعدونا في هذا المكان. الحالات اللي خلات عندنا لهذا المكان راه تقريبا حد الساعة 889 حالة، النص ديالها امتثل للشفاء. وكما كتشوفوا انه فضاء كيجمع بين الاستشفاء وبين نوع من الأريحية بالنسبة لديك المريض اللي ياخذ العلاج ديالو. ملزم اننا نديروه في منطقة منعزلة على العائلة ديالو. بأمر من السيد الوالي أننا جينا وجمعنا جميع الطواقم الطبية والتمريضية للغابة الدبلوماسية، لأنه واحد السيت اللي كيهز كتار من الطاقة الاستيعابية ديالو، كتار من 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 700 يعني مريض. فجينا لهنا ب 120 إطار طبيب وممرض وإداري اللي كيشتغل ليل نهار 24 ساعة على 24 ساعة من أجل مواجهة الجائحة. وبالحكم ان ممرضين وممرضات جايين من تطوان وجايين من مناطق اخرى، ملي كيجيو المرضى هنا من تطوان ومناطق اخرى كيحسوا بالراحه، لانهم كيوجدوا ممرضات اللي كانوا كيشتغلوا معاهم وكانوا كيشوفوهم في تطوان. وهذا هذا العامل النفسي لعب واحد الدور كبير في الراحه ديال المواطنين والمواطنات اللي استفدوا من الخدمات ديال المستشفى الميداني ديال الغابه الدبلوماسيه. فبحال اللي كتعرفوا دابا السلطات المحليه دونك قامت بدي تيست، قامت بواحد يعني الهجوم على الكوفيد. فكتعمل لي تيست بزاف، كتعمل التحاليل بزاف، وبما ان كنعملوا تحاليل بزاف راه غادي نجبروا الناس بزاف، هذه عادي. فمي كيعملوا تحليل كيعمل الانسان التحليل وكيمشي للدار وكيعطي العنوان ديالو والتليفون اكسيتيرا. السلطات المحليه كتعرفوا فين كاين، مي كيخرج بوزيتيف كتعيط له، يعني كتعيط له كنقول له حنا غادي نجيو. دونك كيجيو الوقايه المدنيه كتجيبو لهنايا، كتجيبو لعندنا لهذا المركز هذا. حنا مي كيدخل كنعملوا له واحد الفحص طبي سريري، وكنعملوا التحاليل ديال الدم وتخطيط القلب كنعملوا له. علاش تخطيط القلب؟ هذه باش نشوفوا واش قادر يعمل، باش قادر يعمل الدواء ولا لا. اذا لاحظنا انه راه كاين استقرار او ما استقرار، اذا شفنا انه كاين شي اعراض قبيحه فكنخليوه عندنا، عندنا اسره لاسيستونس افونسي، فكيبقاو عندنا كنعملوا الاكسجين، كنعملوا لهم لي بيرفيزيون، كنعملوا لهم الادويه في انتظار انه واش غادي يكون مزيان يبقى معنا ولا غادي نرسلوه هنا المستشفيات العموميه.
اول حاله اللي بدات ديال الكوفيد 19 في حال طنجه كان التكفل بها في المستشفيات، وتم خلق مسارات محدده، مسارات كما اشرت لها في اول تدخلات، كان مسار التكفل بحالات المشتبهه، والفرز الاولي كان في المعهد الخامس، وكان الحالات اللي تم استشفائهم في محمد السادس ولا في طوفار ولا في القرطبي كانوا حالات مؤكده اللي بالنسبه لمحمد السادس خاصهم عنايه مركزه، ولا بالنسبه للمستشفيات الاخرى ديال طوفار وديال القرطبي حالتهم الصحيه مستقره. باش شفنا الوتيره ديال الفحوصات زادت، بدينا كنكشفوا اعداد مهمه ديال الناس اللي مصابين بالكوفيد 19. دونك كان مفروض كان خصصت لهم من قبل، كنا درنا وحدات فندقيه اللي تكفوا بهاد الناس، من بعد واحد الفندقيه درنا هاد المستشفى الميداني الحمد لله، الا جينا نشوفوا غير هاد الوحده الميداني من النهار اللي تخلقت دابا صافي بريسك دو مو، تم التكفل باكثر من 1000 حاله اللي دازت هنا، 1050 بالضبط. والناس اللي دابا باقين دابا الان عندنا يتم مستشفائهم في هذه الوحده وهذا المستشفى الميداني ما يقارب 500 حاله. الناس ديال طنجه منبر اعلامي تبارك الله كيطالعوا عليه الاخوان، دونك مزيان ندوزوا ان ميساج كونكو هاد الناس حاولوا من جهتكم انتم دوزوا لي ميساج للناس اللي كاينين في طنجه، مازال الكوفيد الي باغمي نو. الحاله الوبائيه اللي كاينه في طنجه الحمد لله جوسكا بريزون حنا كنسيطروا عليها، بالتضافر الجهود ديال الاطقم الطبيه الاختصاصيه العامه، الكخواسون غوج، المستشفى الميداني، محمد الخامس، محمد السادس، هذو كلهم يتم تجنيدهم، وتم تجنيدهم اكثر من 4 اشهر، 24 ساعه على 24، 7 ايام ل7 ايام نوناري. دونك كاين ديزيكيب اللي خدامين، دونك الله يجزيكم بخير. هاد الناس اللي مازال كيشكوا كيقول لك لا الكوفيد راه ما كاينش، ولا مؤامره، ولا حق لا غير كانت واحد الوقت ومشات، مازال كاين عندنا الكوفيد الله يجزيكم بخير. الا ما درناش اليد في اليد هاد الوقت، وغادي نخليو لي ميزور باريير، ونحافظوا على التباعد بيننا وبين الناس الاخرين، ونحملوا لافافيت الواقيه، وفيما ندخلوا للمونمون نحاولوا نغسلوا يدينا الماكسيموم، نخرجوا نغسلوا يدينا الماكسيموم، يعني الا فرطنا في هذا الشيء مازال غادي نقدوا القوافيات، لانه الحالات اللي كيجيو دابا للمستشفى كيجيو في حالات متقدمه. ولا جينا غير علاش هاد الناس كيجيو في حالات متقدمه؟ لانه اصلا في الاول الناس كان تراخي للتداعيات الوقائيه. اولا كيتجلى الدور ديالنا من الاستقبال، من بدايه استقبال المرضى كنستقبلوهم في الباب، كيتسجلوا عندنا وعند السلطات، من بعد كيدخلوا للوحده ديالنا ديال الانفيرموري اللي فيها ممرضين ديال الهلال الاحمر واطباء ديال الهلال الاحمر، بالاضافه الى بعض الممرضين ديال وزاره الصحه. كيتسجلوا تما، كيدار لهم التخطيط الطبي، وكيدار لهم التحاليل، ومن بعد كنتوجهوا حنا نانستاليوهم في لي شومبر ديالهم. صراحه في الاول حنا كان ديجا عندنا تخوف من هذا الكوفيد، ولكن صراحه ملي جينا مخارطنا مع الناس كنشوفوا المعاناه ديالهم، صراحه اوتوماتيكمون بعد صراحه لقيتنا حنايا، وجينا حنايا هنايا درنا واحد لومبيونس مع بعضياتنا، كنحاولوا صراحه الله نوفروا لهم قد الاستطاعه ديالنا، وكنتمنوا لهم صراحه الله الشفاء العاجل اللي هم كاملين بهم. انا وليدي حنا من المقيمين الدينيا، جينا المندوبيه نهار السبت عيطوا لنا قالوا لنا نستعمل التحاليل، مشينا للمندوبيه قايلين تما كان شويه الزحام كذا والحراره، عملنا التحاليل مشينا بحالنا لحد ما كاين والو. نهار الاثنين عيط لي بولانسيا قالوا دابا غنديوك لغاب امريكا، قلت لهم تشرفينا سيدي زيد، وفعلا جابنا هنايا كنت الاطر الطبيه يعني جاب لي عملنا التحليلات، السميه ديالك، العنوان ديالك، كذا التليفون، كذا هذيك المسائل كامله مضبوطه. داونا للمحل يعني الصاله فين غادي فين باتو فين كذا سيدي، مشينا كنشوف داك الشيء نقيد ملطه جديده، صابانه جديده ما عمرنا عاش فيها شي واحد، وجلسنا تما يعني، والماكله يعني موجوده، الخير موجود الحمد لله، الادويه دابا ساعه ما زيري يقول لك خصك شي ادويه، كيجيو مرونا بالليل بالنهار دائما ماشي مازال الاطر الطبيه كيجيو يعني باش وسختكم شي حاجه وسختكم شي حاجه. هاد الناس اسيدي ما عرفتي كيفاش الضمير ديالهم، وبالاخص هاد الشباب كيقول لك ما كاينش كورونا، كنشوفهم في الشارع كيدرعوا بعضهم ويسلموا على بعضهم وكداشي، ما كنعرفتي كيفاش هاد الناس. هو كيشوف هاد الشيء الدوله شحال تخسر الملايير كيتخسروا على هاد السياده، وبالاخص ساعه يقول لك ما كاينش كورونا، هاد الشيء غير الدعايات، كيتلقى صاحبه كيسلم عليه ولا كيعنقوا لاباس بخير وكداشي وكداشي، ولا كاشي شي فرحه ولا شي قرحه ونتايداك كيدرعوا بحال اللي ما كاين والو، كيقول لك كورونا كاع ما كاينش.
ولكن ما غيعرفش هو كورونا حتى كتبان ما مزدح قدامه او لا خاه او لا باباه او لا بنو عاد يعرف راسه القيمه ديال الكورونا شنو هي. الانسان كيخصو يقع حذيه قبل ما توقع. وكنطلبوا هاد الشباب الله يهديهم يعني يكونوا واعيين بهاد الكورونا، راها كاينه ما كاينش ما كايناش، راه العالم كامل بخبارو. الدوله ما تبغاش ما تعمل غير تجي نتينا الدمعه كنايا وتخسر عليك الملايين باش تقول نتينا كورونا ما كاينش. كورونا راه كاينه ما فالت منا حتى واحد الا من رحم الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.